في مسيرة ما كان 70 وقت سوي زي بكم ما نمشي شيء سن... من شعبية المسلسل هي كريم تتي قوة القرار الشرطة والجيش الوطني فات الطويلة وتضحيات الغزيرة ثاني وتأمين الحدود هذا ود إيدا لقوات الأمن الداخلي من حرس وشرطة وقوات الجيش الوطنية في مجهوداتهم المبذولة شت لي برنامج خلي في سبيل التصدي لظاهرة الإرهاب وتأمين الحدود التونسية وقفة مشادة للقوات الفرنسية ومعهم كما فدوا هذا البلد بالدم بتاعهم جميع أنواع العنف بين يعني كل التونسيين باعتبار أن تونس تتسع للجميع هذه المسيح جابت عددا من الطلاب العمومية في مدينة تطاوينة أين تم تنظيم مهرجان الخطبي وتكريم المسلم فالكمية المسلم بجهة نشكر لكم المنظمات وكل الشرائح البشرية اللي جت لسانت فينا اليوم ونعدهم بأننا بحول الله معنوياتنا مرتفعة معنوي بكل قوة مشاركتكم بها الوحدات الأمنية من أجل القضاء على هذه الظاهرة هذه الظاهرة اللي تنخر المجتمع تاعنا وإن شاء الله بحول الله وبعونه نحاولوا بمساعدة أهالي تطاوين خاصة بالقضاء على هذه الظاهرة تنظيم هذه المسيرة يلي تحركات عديدة شهدتها الجهة تأييدا ودعما للأمنيين والعسكريين من مختلف الأسلاك وفي كل المواقع والمناطق.